وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا غنوجد الكريم كراميل ديالي، غناخد واحد نص كاس ديال السكر وغادي نديرو فوق البوطه يطيب على نار مهيله. عندي كاس هنايا ديال الحليب وعندي معلقه مازينا، من بعد غنزيد فيها شويه الماء دافي او شويه الحليب باش نكمل المراحل ديالنا ديال الكراميل، وغادي نديرو يطيب دابا على نار مهيله. نقطع الكيكه ديالي اللي طبعا انا وجدتها من البارح، من الاحسن انكم الكيكه اللي غادي توجدوها امبارح حتى تبرد. ها كما كتشوفوها هو داب الكراميل، ما حركتو ما والو، كنحركو غير بطنجره صغيره. من بعد دابا غنضيف فيه طبعا واحد كاس ديال الحليب ونبقى نخلط. واخا تشوفوه شوف كي غلا، واخا تشوفوه جمد عاودوا ردوه للبوطه على نار مهيله وبقاو تحركوه تحركوه تحركوه. من تشوفوا شويه شد فراسو يعني العناصر اندمجت، غادي ناخذ هذاك المايزينا غادي نزيد فيها شويه الحليب او شويه الماء باردين طبعا، وغادي نحركهم مزيان وغادي نضيفهم للكراميل ديالنا من غيكون هذا الشيء ما يبقاش بحال هكا تيذوب مزيان. من بعد غنرجع مع المايزينا نخليهم يغلاو ومع التحرك طبعا كيف ما كتعرفوا المايزينا الا ما حركتوهاش كتلصق لتحت. المهم تبعوا معايا المراحل، كنظن انه واضحين. وندوزو دابا طبعا المرحله اللي قلت لكم اننا غادي نديرو شويه الماء في المايزينا وغادي نحركوها، ومن بعد غادي نضيفوها للكراميل ديالنا. كما كتشوفوا معايا خلطها مزيان 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 مزيان، يعني الكريم كراميل كيجي رائع رائع جدا وبكميه الوفيره كاع اللي بغيتو. يعني الا بغيتو كميه اكثر من هكا ممكن تضاعفو. صافي وغدا نضيف المايزينا وغدا نحرك مزيان ونبقى نحرك فوق نار مهيله تيوجد الكراميل ديالنا. بما يوجد الكراميل ديالنا انا غدا ندير بكم واحد الجوله اللي هي خفيفه ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نديكم البحر ديال برشلونه، البحر ديال المدينه، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نكمل معكم الكراميل. كما شفتوني دابا انا ضفت المايزينا وغنبقى نحرك مزيان تتندمج يعني العناصر ديالنا، ومن بعد غادي نردها مع سخونه. كما كتعرفوا الكراميل كيشد الحلاوه تيشد حتى انا السخونيه بزاف، غادي نبقى نحرك بشويه بشويه بشويه، ومن بعد غادي نرد الطنجره ديالي على نار مهيله ونبقى نحرك بالحسن بالطراب اليدوي احسن باش ما المايزينا ما تنزلش لتحت، ونبقى نطرب فيها تتختار وتولي جاهزه اننا نديروها على الكيك ديالنا. وفي هذه الاثناء بما توجد المايزينا والكراميل ديالنا وطيب المايزينا ويوجد الكراميل، ندير بكم واحد الجوله اللي هي بسيطه جدا في البحر ديال برشلونه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتبدلوا الجو شويه معايا وتفوجوا. كما كتشوفوها هو بدا كيغلى، درتو فوق البوطه نخليوه يوجد ويلا هو تفوجوا معنا شويه في البحر ديال برشلونه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم.
ورجعت ليكم من جديد. كما كتشوفوا معايا الكريم كراميل ديالي وجاد ولا جاهز. انا درتو شويه عقد، يمكن نتوما تخففوا شويه بالحليب او مايزينا تنقصوها على حسب. المهم ندوزو دابا ندير شويه الحليب وشويه الكاكاو باش نسقي الكيكه ديالي. نتمنى انكم تتبعوا معايا المراحل، ومن بعد نطلع شويه ديال الكريمه السائله باش نزيدها. نتمنى وشوكولا طبعا. نتمنى انكم تتبعوا المراحل، ونتمنى ان هذه الكيكه الرائعه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا لي الخبر تعاليقكم الجميله اللي كتحفزني ان نزيد القدام. خليكم على الفيديو وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوا واش لايك واشتراك للتشجيع، وشكرا لكم.
بينات.